الاخ جابر مصطفى جابر من منطقه رود الفرج شبرا مصر ان شاء الله. فرابع دي الدين نبيل من منطقه رود الفرج شبرا مصر. انا انت شايف ان انتوا واقفين قصاد نقابه المحامين يعني معلقين يافطه باسم احمد يشار ابراهيم وان هو معتقل في ليبيا، نود نعرف يعني عرفت سبب اعتقاله ومتى سافر الى ليبيا. والله سافر الى ليبيا في الحمله الاولى من جمعيه اغاثه اللفان لتقديم بعض المعونات الى منطقه بني غازي ومصراته على وجه الخصوص حين حصار القذافي لليبيا، وانا سافرت معاه في الحمله الاولى من رمضان اللي فات في عام 2011، وانا سافرت معاه في الحمله الاولى في هذه القافله، ورجعنا الحمد لله في امان الله، وقامت حمله ثانيه لبرضو بتاديه بعض الادويه وبعض القوافل الطبيه والغذائيه بالافراج عن الاستاذ احمد يشار المحتجز في ليبيا منذ سنه على وجه التحديد. وهذا الاستاذ احمد يشار محامي في نقابه المحامين وهو محتجز منذ اكثر من سنه، ودول اولاده لا يكفلهم احد ولا يعينهم احد، ونحن منذ سنه تقريبا ونحن بنطالب بالافراج عنه، ولا يوجد اي سبب ولا اي مبرر لاعتقال هذا الانسان، ولا حتى هو من ضمن المتهمين الذين اتهموا في ليبيا ولا في غيرها، بل قام بحملتان بقافلتان اغاثيتان. الحمله الاولى كانت في رمضان حين حصار مصراته، ولم يقدم لليبيا الا كل معونات وكل خير، ورغم ما قدمه من خير هو الان محتجز ولا يوجد اي سبب لاحتجازه، واطفاله الان يعانون من اسر هذا الرجل منذ سنه تقريبا، ولا نجد اي مبرر لحبس هذا الرجل، نطالب بالافراج عنه، وان لم يتم الافراج عنه سنقوم بوقفه احتجاجيه امام السفاره الليبيه، ونحن اهالي رود الفرج واهالي هذا الشخص وابوه ووالده ووالدته سيقومون، وهو الذي يتجاوز من السن 80 سنه ولا يستطيع حتى ان يسير وراءه، واخوه مسافر الجزائر ولا احد يسير خلفه، ونحن اهالي هذه المنطقه منطقه رود الفرج بنطالب بالافراج عن هذا الانسان، لانه لا يوجد اي سبب حتى الان لحبس هذا الرجل. طيب نود معرفة بياناته مرة أخرى. ودد بياناته الأستاذ أحمد يشار نقابي في نقابة المحامين، يسكن في منطقة رود الفرج، يعول طفلين وهو صاحب لبيت وزوجة، خدت بال حضرتك، وهو يسكن هذه المنطقة ومتغيب أكثر من سنة، وسافر حملتين إلى ليبيا، الحملة الأولى حملتين إغاثة، الحملة الأولى من لجنة من جمعية إغاثة لفان، الحملة الثانية كانت من الهيئة الشرعية، ونشهد له بالاستقامه بالخلق الطيب، ونطالب ونود بالافراج عنه، طالب بالافراج عنه، والا لما يتم الافراج عنه ستكون حشود كبيره جدا جدا امام السفاره الليبيه ان شاء الله. نشكر حضرتك.